يسمح الإنتاج الجزائري من الغاز الطبيعي بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة، كما تحافظ سوناطراك على مستوى تمويل زبائنها بهذا المورد الطاقوي الحيوي، حيث تصدرت قائمة المتعاملين في إسبانيا خلال الفصل الأول من السنة الجارية حسب ما أكده الرئيس المدير العام للمجمع لدى حلوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية. الحمد لله مع تجدد الطلب على الغاز، الحمد لله نوفيو أولا كما نقولوا بالأولوية نغطيو الطلب الوطني. الحمد لله راكم شاهدتم ما كان حتى اضطراب في تمويل السوق الوطنية من ناحية الغاز الطبيعي، سواء من الاستعمال المنزلي أو لإنتاج الكهرباء، غطيناها على المستوى 100%، وكذلك غطينا كل العقود نتاعنا الغازية، حيث في فصل الأول لهذه السنة أن سوناطراك هي المتعامل الأول في إسبانيا، يعني وكذلك والمتعامل الثاني في إيطاليا. يعني قدرات سوناطراك التصديرية عبر الأنابيب والنقل البحري تكفي لتلبية احتياجات زبائن الشركة دون الحاجة لاستثمارات جديدة إلى غاية 2030، إلا أن المتعامل الوطني يعمل على تجسيد استثمارات نوعية للوصول إلى أسواق جديدة. يجب أن نقول أن قدراتنا التصديرية في عبر الأنابيب أو عبر التمييع هي قدرات معتبرة، يعني إلى أقول لكم ربما حتى في حدود إلى 2030 ربما ما نحتاجوش قدرات إضافية، ما عدا ربما عندنا بعض المشاريع التي سوف تعطينا بعض المرونة في العمليات التشغيلية، كتوسعة الميناء البترولي لسكيدا اللي راح يخلي السفن العملاقة، مش الكبيرة، العملاقة تدخل الميناء، وهذه تخلينا وتعطينا فرصة للوصول والولوج إلى الأسواق البعيدة جدا، الأسواق الآسيوية والأسواق أمريكا الجنوبية. وفي سياق تعزيز استثمارات الشركة وبخصوص مشروع الفوسفات، كشف السيد حكار عن إمضاء عقد شراكة قبل نهاية السنة لإنجاز المشروع المزمع إطلاقه بداية 2022.